بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سيتاس سلاف، أقوال مشهورة. إذن مع أول قولة لسقراط، لا شوت ني با ان اشيك، لا شيك سي دو ريستي لا او اون ني تومبي. إذن لا شوت السقوط، ني با ان اشيك ليس فشلا، لا شيك سي دو ريستي لا او اون ني تومبي. الفشل هو أن تبقى هناك، الفشل هو أن تبقى هنا أو أني طنبي، حيث يسقط الإنسان. إذن حيث نسقط، إذن الفشل هو أن نبقى هنا حيث نسقط. إذن لا شيت ني با ان اشيك، لا شيت يعني السقوط. نقول مثلا باراشوت مانعة السقوط، نتكلم عن باغابلوي كما لو نقول مانعة المطر. إذن لا شوت السقوط. إذن ممكن أن الإنسان يكون ماشيا فيتعثر فيسقط. فهل هذا الإنسان سيبقى ساقطا، هل سيبقى في مكانه ساقطا، أم أنه سيحاول النهوض ثم الاستمرار؟ طبعا أنه سينهض ثم يستمر. نفس الشيء في الحياة، الإنسان في هذه الحياة ماشيا، هو سائر طبعا الحال بتخطيطاته وبأفكاره وبأفعاله. إذن ممكن أنه يفشل في تجربة في مشروع، هذا لا يعتبر فشلا حسب سقراط، ما دام أن الإنسان يحاول. الفشل الحقيقي هو أن يبقى الإنسان رهينا لهذا السقوط. إذن لا شوت ني با ان اشيك، لا شيك سي دو ريستي لا او اوني تومبي. الفشل الحقيقي هو أن نبقى هنا، المقصود أن يبقى الإنسان، او اوني تومبي حيث يسقط. في القولة الثانية، سي فوتر بلان ايشو شونجي دو بلان مي جامي دوبجيكتيف. إذن سي فوتر بلان ايشو، إذا تصميمك فشل، بمعنى آخر إذا تصميمك وتخطيطك سقط حسب القولة السابقة. إذن شونجي دو بلون، غير التصميم، غير التخطيط، غير الخطة. مي جامي دوبجيكتيف، ولا تغير بمعنى آخر بتاتا الهدف. مي جامي لو بيت، ولكن بتاتا إياك أن تغير الهدف. إذن سي فوتر بلان إيشو شونجي دو بلان، سي فوتر بلان إيشو، إيشو أنه فشل. طبعا حتى نتكلم على الفيرب إيشوي، تيجي من لا شك يعني من الفشل كما رأينا فيما سبق. إذن سي فوتر بلان إيشو، إذا تخطيطك فشل. شونجي دو بلان، مي جامي دوبجيكتيف، ولكن لا تغير الهدف. إذا كان هدفك يعني هدفا كبيرا، إذن عليك أن لا تغير هذا الهدف بسبب هذا التخطيط الذي فشل، فلا تبقى رهينا لهذا التخطيط الذي يحول بينك وبين تحقيق هذا الهدف، بل غير التخطيط ثم استمر في تحقيق هدفك. سي فوتر بلان إيشو شونجي دو بلان مي جامي دوبجيكتيف. في قولة لكونفوشيوس، celui qui déplace، عندنا الverb déplacer يعني أنك تنقل شيئا من مكان إلى مكان آخر، يعني أنك تغير مكانه. إذن celui qui déplace une montagne، الذي ينقل جبلا من مكان إلى مكان، commence par une petite pierre، يعني أنه يبدأ بالحجر الصغير. في قولة أخرى، commence par déplacer des petites pierres، commence par déplacer des petites pierres، يعني أنه يبدأ بنقل الأحجار الصغيرة. إذن الإنسان الذي يريد نقل جبل من مكان إلى مكان، طبعا هو لن يستطيع حمل هذا الجبل مرة واحدة، بل عليه أن يبدأ بالحجر الصغير. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا أراد تحقيق مشروع كبير، فعليه أن يبدأ بالأشياء البسيطة التي تؤدي به إلى هذا المشروع.
عليه أن يبدأ بتحقيق الأشياء الصغيرة. طبعا هو لم يستطيع إتيان هذا المشروع مرة واحدة، بل لابد من تهيئ أمور عدة تقود هذا الشخص إلى هذا المشروع. إذن celui qui déplace une montagne commence par une petite pierre. إذن الذي يريد نقل جبل يبدأ أولا بنقل الحجر الصغير. هنا قول لأينشتاين: La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici on a la théorie et la pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Ici on a la théorie et la pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Et dans la théorie, un nadaria. طبعا الحال النظريه هي مجموعه افكار منظمه. النظريه هي مجموعه افكار منظمه طبعا الحال تناقش موضوعا ما في مجال ما، اذا تسمى لا تيوري. اذا هي مجموعه افكار منظمه، لكن هذه الافكار تبقى مجرده، تبقى افكارا مجرده، يعني انها لا تنزل الى ارض الواقع. اذا تبقى نظريه، ما لم تثبت تبقى مجرد نظرية. إذن لا تيوري يعني النظرية سي كونتون سي تو، هي عندما نعرف كل شيء. عندنا هنا كونتون سي، عندنا لو فيرب سافوار، سافوار يعني عرفة. إذن سي كونتون سي تو هي عندما نعرف كل شيء. عندنا هنا عندما نعرف الكل، المقصود عندما نعرف كل شيء. إكو غيان فونكسيون، وبأنه لا شيء يعمل. نحن بهذه النظرية نعرف الكثير من التفصيلات والكثير من الكلام، ولكن في الواقع لا شيء يعمل حسب هذا الكلام وحسب هذه التفسيرات. هذا يشبه إلى حد كبير مثلا شخصا ما أنه يعطيك الكثير من التفصيلات والتفسيرات حول مكونات مثلا محرك السيارة. إذن طبعا الحال عندما تأتي به لإصلاح عطب ما، هذا المحرك لا يعمل. إذن طبعا الحال النظري شيء والتطبيق شيء آخر. إذن النظري هي عندما نعرف كل شيء مثلا عن هذا المحرك أو عن أي شيء آخر، ولكن لا شيء يعمل. مثلا إذا عدنا إلى نظريات معروفة ومشهورة، نجد الكثير من الشكوك والأسئلة تحوم حول ما تقوله هذه المعطيات، نظرا لماذا؟ نظرا للواقع، نظرا لما يظهره الواقع. إذا لا تيوري سي كونتون سي تو، إذا النظرية هي عندما نعرف كل شيء، إكو غيان فونكسيون، ولا شيء يعمل. لا براتيك التطبيقي الآن عكس النظرية. لا براتيك يعني التطبيقي الذي نراه على الأرض ونلمسه. Et dans la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. التطبيق هو عندما كل شيء يعمل et que personne ne sait pourquoi. ولكن لا أحد يعرف لماذا تعمل هذه الأشياء. ولكن لا أحد يعرف لماذا تعمل هذه الأشياء. Et que personne ne sait pourquoi. Et dans la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. إذن التطبيق هو عندما يعمل كل شيء، ولكن لا أحد يعرف كيف أو لماذا تعمل هذه الأشياء. ثم ماذا يقول أينشتاين؟ ici on a la théorie et la pratique. هنا عندنا النظري والتطبيقي. لقد اجتمع عندنا النظري والتطبيقي. طبعا اجتمع النظري والتطبيقي يعني شيء جميل إذا اجتمعت الإيجابيات من هد الأمرين. هل مثلا on sait tout et que tout fonctionne. طبعا الحل في النظرية ماذا عندنا؟ c'est quand on sait tout، عندما نعرف كل شيء. في التطبيق ماذا عندنا أيضا؟ c'est quand tout fonctionne. إذا مادام أنه اجتمع عند النظري، هل on sait tout، هل أننا نعرف كل شيء et que tout fonctionne، وبأن كل شيء يعمل. إذن شيء جميل أنه اجتمع عندنا النظري والتطبيقي،
أننا نعرف كل شيء وأن كل شيء يعمل، لكن أينشتاين يرمي إلى الجانب السلبي من هذه المعطيين. إذن يقول غير ما فانكسيون التهصن وسيبوركوا، لا شيء يعمل ولا أحد يعرف لماذا. إذن أكيد أنها مزهلة الشك من أينشتاين، ربما بعد محاولات لفك بعض الألغاز لمعطيات ما. إذن فقال ماذا؟ إسي أن لا تيغي لا براتيك، هنا عندنا النظري والتطبيقي. غيان فونكسيون تا حاجة ما تتخدم، لا شيء يعمل، إكو بيرسون سي بوركوا، ولا أحد يعرف لماذا. إذا الأمر فاضي على شك. في القلة الموالية لا في إتان سي بون بروف، سي تو نابخون با تا لوسون إل تو لا ريبيت. إذن لا في est un si bon prof. الحياة هي أستاذ جيد جيد. Si tu n'apprends pas ta leçon, elle te la répète. إذا أنت لم تتعلم درسك، elle te la répète. Elle te la répète. هي تعيده لك. Répète يعني أعادة. إذا la vie est un si bon prof. الحياة هي أستاذ جيد جيد. Si tu n'apprends pas. Si tu n'apprends pas ta leçon. إذا أنت لم تتعلم درسك، elle te la répète. هي تعيده لك. في كل مرة أنت لم تتعلم الدرس، هي مستعدة لتعيد لك الدرس. تصور معي أستاذ، كل تلميذ لم يفهم شيئا إلا وهو مستعد ليعيد الدرس معه مرة تلو مرة حتى يفهم الدرس. أليس هذا بأستاذ جيد؟ إذن لا شك أنه كذلك. الكاتب هنا يقدم الحياة من هذا المنظور، يعني أنه تقدم الحياة بحال هذا الأستاذ اللي مستعد يعيد لك الدرس كلما استحال فهمك لهذا الدرس. إذا الحياة لا شك أنها مثل هذا الأستاذ، لكن الحياة مستعدة أن تعيد لك الدرس. درس ماذا؟ درس التجارب. الحياة بطبيعة الحال مليئة بالتجارب وبالعبر التي نراها من الآخرين. كل المعارف التي نراها اليوم هي تراكمية من أشخاص آخرين منذ زمن طويل، ومن ضمن هذه المعارف المعارف التي تهم حياة الأشخاص. إذا الإنسان طبعا الحال يستفيد من تجارب الآخرين، فإذا لم يستفيد من تجارب الآخرين خاصة في بعض الأخطاء التي عليه أن يتجنبها، طبعا إذا وقع فيها سيؤدي الثمن غاليا كما أداه الآخرون ولم يستفيد منهم. إذا المعنى هنا تشبيه فقط. إذا لا في إت أن سي بون بروف سي تو نابخون با تا لوسون، إذا أنت لم تأخذ درسك إل تو لا ريبيت، هي ستعيده لك كما يعيد الأستاذ الدرس لتلميذه. طبعا هناك فرق بين الإعادة، هو سيعيد الدرس لتلميذه بالطريقة المعروفة، لكن الحياة ستعيد لك أنت الدرس بأن تؤدي الثمن غاليا، وأكيد أنك بعد أداء الثمن ستتجنب هذه الأخطاء. فإن لم تتجنبها مرة أخرى ستؤدي الثمن غاليا كما لو أن هذه الحياة أعادت لك الدرس. ثم نستكمل مع القول الموالية لو كخاني قد شوي craignez plutôt de ne pas avoir assez essayé. Ne craignez pas d'échouer. La tachcha mina al fashal. عندنا نوع غير craindre. Craindre يعني خشية أو خافة. إذا ne craignez pas يعني لا تخشى أو لا تخاف de échouer. من أن تفشل. Échouer يعني فشلة. هي اللي عندها علاقة بكلمة لا شك. إذا ne craignez pas d'échouer. لا تخشى من أن تفشل. إذا المقصود لا تخشى الفشل. كخاني اخشى، إذا هنا الكاتب يطلب منك أن تخشى. بليتو يعني قبل هذا، المقصود بالأحرى. بليتو يعني بالأحرى، يعني بدل أن تخشى هذا عليك أن تخشى هذا. إذا كخاني بليتو، إذا اخشى بالأحرى دو نو با زافوار أسي إسيي، عليك أن تخشى بالأحرى كونك لم تحاول كثيرا. إسيي يعني حاول، ومن كلمة ليسي يعني المحاولة. طبعا نتكلم عن هذا ليسي التي تعني المحاولة، ولا نتكلم عن فعل لا فيرب ليسي.
ليسي يعني ترك، ولا نتكلم على لو فيرب ليسي يعني فعل ترك. إذا نوك خيني با دو شوي، لا تخش من الفشل، ولكن الذي عليك أن تخشاه خيني بليطو دو نو با زافواغ أسي إسيي. الذي عليك أن تخشاه حقيقة هو أن تكون كسولا في بذل الكثير من المحاولات. الإنسان طبعا الحال عليه أن يحاول كثيرا، إذا الإنسان عليه أن يكثر من المحاولات إذا كان يرمي إلى إنجاح هدف ما. نو كخيني با دي شوي، كخيني بليطو دو نو با زافواغ أسي إسيي. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.